طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع عبر صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال، نوال ليشع والمخرج رودريك نملوم. عناوين النشرة: مسار الحكومة لم يبلغ المحطة الأخيرة، والحريري يبحث مستجدات المنطقة مع الملك السعودي. دري يشدد على خطورة الوضع الاقتصادي، ورئيس الكتائب يحدد من كندا موقف الحزب. كندا أخذت قرار أنه ما تدخل بتسوية سياسية دولة لبنان. جنبلاط مع اتخاذ إجراءات تقشف جدية. المعلم أمام دوميستورا: الدستور شأن سيادي يقرره الشعب من دون أي تدخل خارجي. الحلم تحقق، وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهربا زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهربا زحلي، دايما نحو الأفضل. لاءات عدة ما زالت تعترض المسار الحكومي الذي يحتاج محطات مشاورات جديدة لتذليل العقبات وإن تقلص حجمها. وفي وقت يعاود الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالاته فور عودته من الرياض وبانتظاره حلحلة عقدتي القوات والسنة المستقلين، لفتت مصادر قصر بعبدة إلى أن حقيبة العدل هي من حق رئيس الجمهورية ولن يتنازل عنها، مشيرة إلى أن الحقيبة البديلة التي تطالب بها القوات لم يتفق عليها بعد، وأن رئيس الجمهورية لم يعد لديه ما يقدمه. في ظل هذه الأجواء يدفع المواطن وحده ثمن سياسة سلطة غائبة عن همومه وعاجزة عن حل مشاكله اليومية، وهذا ما لفت إليه رئيس الكتائب من كندا، حيث شدد على أن هم السياسيين يتركز على مصلحتهم وليس مصلحة الناس. ومن عين التين كان تشديد اليوم من رئيس المجلس على خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة إنجاز تشكيل الحكومة. فماذا في التفاصيل؟ أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أن الأهم من تشكيل الحكومة تآلفها في المرحلة اللاحقة، وفي حال تشكلت فالبيان الوزاري شبه جاهز، وبالتالي فأن الهيئة العامة تبدأ بنقاشه. وشدد على ضرورة إنجاز الحكومة بسبب خطورة الوضع الاقتصادي، لافتا أن ما ورد على لسان الرئيس المكلف أمس لعله خير. وأشار النائب علي بزي إلى أن بري قد يدعو إلى جلسة تشريعية قبل نهاية الجاري. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي تابع جولته في كندا وانتقل من مونريال إلى تورونتو حيث التقى الجالية اللبنانية وكتائبيين، أكد أن حزب الكتائب غير مستعد للمساومة على مصلحة المواطن أو على حساب الثوابت والمبادئ التي ناضل من أجلها. كتائب أخذت قرار أنه ما تدخل بتسوية سياسية دولة لبنان، وسلمت قراره لأنه الكتائب أخذت قراره تضحي بحالها تتحافظ على مبادئها وثروتها، لأنه الكتائب ولا ممكن تقبل تكون راكبة بتران آخذ لبنان عنها هيك. مستعدين نتعاون مع حيالله إنسان صادق، مع حيالله حدا بده مصلحة هذا البلد. رئيس الكتائب شدد أيضا على أن المشكلة اليوم تكمن في غياب الحوكمة الرشيدة للبلد، مؤكدا أن الكتائب ترفض الاستسلام لأنها قدمت شهداءها في سبيل لبنان. لبنان ما رح نقدر نبنيه إلا نبنيه على قياس جميع اللبنانيين، لأي طائفة انتموا، لأي حزب انتموا، وهي بالنسبة لإحنا رسالتنا ونظامنا وشغلنا اليومي كمان نقدر نبني هذا البلد لجميع اللبنانيين. للأسف كتير استغلال للطائفة، كتير استغلال لكل الشعارات وقت نوصل على موسم انتخابي أو نوصل على موسم تشكيل حكومات. بتذكر الطوائف
نرجع نجيش الناس ونجيش العالم بشعارات فارغة للأسف كتير من الأوقات فقط كرمال تبرر مصالحنا الخاصة ومصالح الحزبية. النائب السابق فادي كرم رفض عبر صوت لبنان بدعة تشكيل حكومة بمن حضر. العقدة الأساسية هي عند البعض بأنه يحرج القوات اللبنانية لإخراجها، هذا الموضوع لن يتم بأي تشاطر من التشاطر. نحن ما طلبنا شيء، نحن من الأساس حتى حقيبة العدل ما طلبناها، طبعا أربع حقائب هي أقل ما يمكن القبول فيه. العلاقات اللبنانية السعودية ومستجدات الأحداث في المنطقة عرضها الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض مع الرئيس المكلف سعد الحريري. والآن إلى تغريدة اليوم. غرد النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر كاتبا إن الدين العام يتفاقم في كل لحظة وأن العلاج هو في اتخاذ إجراءات تقشف جدية في الدولة في شتى المستويات وإلا لا يجدي مؤتمر سادر نفعا. أكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد عبر برنامج نقطع السطر من صوت لبنان أن تشكيل الحكومة هو بداية لحل الأزمات. تشكيل الحكومة هو أمر ضروري، بس خلينا نتفق أنه هذا أمر غير كافي. يعني كمان ما بدنا أنه اللبنانيين يفكروا أنه بلحظة اللي لح تتشكل الحكومة لح تنحل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية، لا، هي بداية للحل، هي ضرورية. بعتقد الجميع مدرك أهمية بداية العمل والذهاب إلى الإنتاج الحكومي وإلى التوافق داخل الحكومة، بس مش لحتى نتوافق بس بالسياسة مثل ما بيصير ما قبل تشكيل الحكومة. المهم أنه نتوافق على الشق الاقتصادي الاجتماعي اللي هو الهم الأكبر والخطورة الأكبر والحاجة اللي الناس منتظرتها. رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر توقع عبر البرنامج عينه أن تكون الحكومة محطة لمزيد من التأزم. عم نسعى لنعمل تحركات، إنما عم نصطدم بوقائع سياسية عم تجهد التحركات ببعض المحلات. اليوم عنا سياسي ولو ألفنا حكومة، نحن بدنا ننظر لبعيد إنه هالحكومة عم بيكون كل الوزراء بالوزارات السابقة مترسين هن جاتهم بالوزارات الحالية، ما في نية لنجيب الشخص المناسب بالمكان المناسب. فإذا الحكومة ستكون محطة يمكن إلى مزيد من التأزم. ما بعرف إذا منطلع منلاقي كيف الأمور عم تجرى، منلاقي الأمور مش بالإطار السليم. حركة التجدد الديمقراطي تطلق ورقة سياسات عامة وترى أن تشكيل الحكومة أساسي كي يعطي مؤتمر سادر ثمارة. مجد لينعيد. الإصلاحات الملازمة لآليات سادر تتطلب حكومة إصلاحية. خلاصة ورقة السياسات العامة التي تحمل خطة إنقاذ اقتصادي إصلاحي لحركة التجدد الديمقراطي. نائب رئيس الحركة أنطوان حداد اعتبر أن التحدي الأساس أمام لبنان للسير قدما في تنفيذ الإصلاحات التي التزم بها للحصول على التسهيلات المالية هو استعادة الثقة. من دون حكومة مسؤولة وكاملة الصلاحيات من غير الممكن لآلية مؤتمر سادر أن تقلع بكل بساطة. أصلاً مع سادر أو بلا سادر، من غير المقبول أن تبقى البلاد من دون حكومة بعد 5 أشهر من الاستشارات والمشاورات والمناورات وبعد 6 أشهر على انعقاد مؤتمر سادر في باريس. لا، بل من المخجل أن تكون الدول الصديقة للبنان وعلى رأسها فرنسا أكثر غيرة على الاقتصاد اللبناني وعلى استقرار لبنان المالي والنقدي من اللبنانيين أنفسهم أو أقله من الطبقة السياسية في لبنان. أمين السر أيمن مهنا عرض لخطة الإنقاذ المتضمنة 20 بندا ومنها الشروع بمكافحة الفساد وتحديث الحوكمة المالية وأعطاء الأولوية للتصحيح المالي وتنفيذ مشاريع برنامج الإنفاق الاستثماري وإقرار اللامركزية الإدارية. كل هالأمور هدفها واحد، استعادة الثقة. بغياب الثقة ما في استثمارات، القطاع العام لن يساهم في الاقتصاد اللبناني، المستثمرين الأجانب لن يعودوا إلى لبنان، التسهيلات الائتمانية لن تؤمن إلى لبنان. نتائجها ركود أكثر، زيادة في البطالة، زيادة في كل المشاكل الاقتصادية، تراجع في التصنيف الائتماني للبنان. حركة التجدد تعقد حلقة دراسية في 9 من تشرين الثاني لمتابعة دراسة النقاط المسارة. مجد لينعيد، صوت لبنان. الجيش يعيد تموضعه في الميومية بعد الفاصل.
حوار أونلاين. تعقيدات أو حظور التشكيل الحكومي، التحديات الاقتصادية المتعددة اللي عم تجي اليوم على لبنان، العقوبات اللي عم ينحكى فيها، وموقف حزب الكتائب من كل المواضيع الآنية، رح تناقشوهم معي أنا سيرج داغر بالحوار أونلاين. حوار أونلاين مع جورج العلي، الخميس 4:30 عبر صوت لبنان. في منشات المساء اليوم الأربعاء، هل هناك من يريد عرقلة التأليف والعودة إلى المربع الأول؟ ومن يمسك حقيقة بقرار تشكيل الحكومة؟ الجواب مع الكاتب والمحلل السياسي يوسف مرتضى. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. أعداد مديرية الأخبار، تقديم ريتا أسعد. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع عند 11 من قبل ظهر غد للبحث في جدول أعمال الجلسة المقبلة وشؤون مجلسية. وبسبب انعقاد هيئة مكتب المجلس أرجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها التي كانت مقررة غدا. وفي عين التين كان لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب الياس حنكاش الذي تحدث لصوت لبنان عن أجواء اللقاء. كان نقاش عن الوضع الراهن ومدى الخطورة اللي عم يقطع فيها البلد، وخصوص الانكشاف بلا تأليف حكومي. طبعا كل واحد عنده جو وعنده معلومات شكل، بس نحن والمواطنين كلنا بنفس الترقب، وبعتقد إذا ما بتتألف حكومة قريبا، وهذا كان سؤالي للرئيس بري، يعني إذا ما بتتألف حكومة وين راحين؟ وإذا بتتألف ومنفوت بالطريقة اللي بالنهج نفسه اللي عم يعتمد لا تأليف الحكومة، وين راح نصير؟ إذا هيدي الحكومة ما راح تاخد إجراءات صارمة وحازمة إنقاذية وتقشفية، بعتقد نحن عم نحتك بانهيار اقتصادي كبير. وهذا كان كمان جو من عند الرئيس بري، وكان كمان النقاش بمواضيع تانية ضاغطة وأولويات اللي بدنا نعملهم بجلسات اللي عم بيتحدد هلأ، جلسات تشريعية اللي عم تتحدد هلأ بحسب إذا رح يصير في تأليف حكومي أو لا. بعدنا على بمرحلة ترقب، قراب نحن من التأليف، ولكن ما في شيء بعد حسن، وهذا الأخطر وهذا اللي بيقلقنا أكثر. ونحن كتائب اللي معطلنا هم أكثر هو عدم شعور المسؤولين، أو إذا بدك عدم ما عم بيبدوا خطورة اللي عم يقطع فيها البلد على المكتسبات والمغانم السياسية. شو هي الخطوات اللي مفكر الحزب ياخدها في حال صار التشكيل قريبا بهاليومين؟ لكن احنا رح ننطر التشكيل، ورح نكون اذا بدك اكبر داعمين لاي موضوع بيفيد الناس وبيرجع بينهض او ببداية نهضة للبلد ومؤسساته، لانه بعتقد احنا ضربنا دقينا بقعر البحر، بطل فينا ننزل اكثر، وصلنا لمرحلة كتير سيئة، وبعتقد رح نكون احنا داعمين لاي خطوة ايجابية، ورح نكون اشرس المعارضين والمحاسبين بأي موضوع في تجاوز لمصلحة الناس. تم موضع الجيش اللبناني صباح اليوم في النقاط الرئيسية التي اتفق عليها بين الجانبين اللبناني والفلسطيني في مخيم الميومية. عملية الانتشار استكملت بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية اللوجستية. قصتنا بين الواقع والخيال في فيلم ألوان بيروت، ديما الحجار. ألوان بيروت فيلم الرسوم المتحركة الأول من نوعه في لبنان، والذي يمزج بين الحقيقة التي نعيشها والخيال الذي نطمح إليه في عتمة الواقع. رئيسة جمعية مهرجانات بيروت الثقافية لما تمام سلام لفتت في خلال مؤتمر صحفي إلى أن الفيلم يروي قصة العاصمة بيروت التي غرقت بالعتمة بعدما كانت رمزاً للإشعاع، ويعزز لدى الأطفال بعض القيم التربوية والإنسانية. بس ما تشوف ولا شيء يعني في عتم، وبس يكون في عتم ما بتشوف الألوان. فيلم ألوان بيروت هو فيلم ترفيهي تثقيفي موجه للأولاد من 5 سنين تقريبا وطالع، وللعائلات، يعني هالولد بيكون نفس الوقت عم بيتفرج على فيلم حيضحكه كتير،
نفس الوقت حيعطيه معلومات اللي نحنا كأهل أو كمربين كتير صعب إنك تجي تقوله للولد هيدا هيك وعمول هيك. سلام أشارت إلى أن الفيلم سينطلق نهار عيد الاستقلال ضمن مهرجان ترفيهي يستمر لأربعة أيام، وفي 29 من الشهر عينه سيتواجد الفيلم في دور السينما. ألوان بيروت فيلم للأطفال يحمل رسالة غابت عن كثير من الكبار، علّه يزرع المحبة وتقبل الآخر في قلوب الجيل الجديد. ديما الحجار، صوت لبنان. دوريات تركية أمريكية مشتركة في منبج تبدأ قريباً، واتفاق مرتقب حول إدلب، والتفاصيل مع جيتا مارون. بعد الهدوء الذي خيم على الملف السوري ولا سيما وضع منبج في الفترة الأخيرة، ها هي المدينة تعود إلى الواجهة من جديد، وبانتظار القمة الرباعية المزمع عقدها في اسطنبول السبت المقبل، والتي ستجمع قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، وستبحث الوضع في سوريا واتفاق إدلب والتسوية السياسية. لفت وزير الدفاع التركي إلى أن الدوريات التركية الأمريكية المشتركة في منبج ستبدأ قريبا بعد استكمال التدريب، معلنا اتفاقاً مرتقباً مع نظيره الروسي حول إدلب. وكانت الخارجية الروسية قد كشفت عن قمة ثنائية سيعقدها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في إطار قمة اسطنبول المرتقبة. وتوصلت اليوم هيئة تحرير الشام وحركة صقور الشام إلى اتفاق لإنهاء الخلاف بين الطرفين في ريف إدلب الجنوبي، ونص الاتفاق على خروج جميع المعتقلين وعودة الأمور إلى ما كانت عليه وفك الاستنفار العسكري بين الطرفين. هذا وتسارعت الجهود للدفع نحو تشكيل لجنة الدستور السوري تزامناً مع وصول الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دو ميستورا إلى دمشق، في حين وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم صفعة لجهود دو ميستورا إذ اعتبر أن الدستور مسألة سيادية يقررها الشعب السوري من دون تدخل خارجي. قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي تحضر اليوم في اجتماع يضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفعاليات من الشرق الأوسط. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لفت إلى أن تركيا لن تدع المسؤولين عن قتل خاشقجي يفلتون من العدالة، مؤكدا أن الشفافية ليست مهمة لعائلته وحدها بل للعالم كله. فرنسا أشارت في بيان صدر عن قصر الإليزي إلى أنها لن تتخذ أي قرار متعجل بشأن مستقبل علاقتها مع السعودية حتى تتضح الحقائق حول مقتل خاشقجي. وفي السعودية أعلن البنك المركزي أن لا قيود على حسابات العائلات الكبيرة ما لم ترتبط بقضايا الفساد. كشف الكرملين اليوم أن موسكو تفكر في حماية مصالحها في حال انسحاب واشنطن من معاهدة تقليص الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. قتل 11 إرهابياً في مواجهات مع الشرطة المصرية في المنطقة الصحراوية المتاخمة لمحافظة أسيوط. قتل فلسطيني وأصيب 11 آخرون في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية. حذرت الأمم المتحدة مجدداً من إعلان اليمن دولة مجاعة لتكون الثالثة بعد الصومال وجنوب السودان في الأعوام العشرين الماضية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة يتحول تدريجيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مصحوبة بعواصف رعدية. كان في هذه النشرة مسار الحكومة لم يبلغ المحطة الأخيرة، والحريري يبحث مستجدات المنطقة مع الملك السعودي. بري يشدد على خطورة الوضع الاقتصادي، ورئيس كتائب يحدد من كندا موقف الحزب. كتائب أخذت قرار أنه ما تدخل بتسوية سياسية دمرت لبنان. جنبلاط مع اتخاذ إجراءات تقشف جدية. المعلم أمام دوميستورا الدستور شأن سيادي يقرره الشعب من دون أي تدخل خارجي. من صوت لبنان قدمنا نشرة للأخبار.